هل هناك رغبه من انديه سعوديه في ضم لاعبين مصريين، خاصه وان اي لاعب مصري بيبقى بيروح الدوري السعودي في الاغلب بيكون يعني محادثات معاك؟ في انديه كتيره بتبقى مهتمه باللاعب المصري، من ابرزهم برضو حسين الشحات. قبل تجديد عقده مع الاهلي كان جاي له عروض سعوديه فعلا. بالظبط بالظبط، جالي اكتر من اهتمام من نادي في الدوري السعودي. حسين برضو من خبرته في الدوري الاماراتي وفي مع نادي العين الاماراتي، فهو معروف بشكل كبير في الدوريات العربيه، بالاخص ان حسين برضو لعب دوري ابطال اسيا وجه السعوديه، لعب قصاد انديه سعوديه، فالناس عارفينه بشكل كبير. واكيد النادي الاهلي اسم كبير طبعا، ولكن احنا بنتكلم ان هو خاض التجربه يعني في الدوري الخليجي.